دونك نكملوا دائما مع البوتينسيال. البوتينسيال قلنا اول استعمال ليه هو الكونسيخو، اكسبريسار كونسيخو، يعني نعبر على الكونسي النصيحه باستعمال البوتينسيال. يعني دونك كيفاه راح نعبر على الكونسيخو مع البوتينسيال؟ عندنا اكسبريسيونيس، يعني عندي كلمات مصطلحات كي نصيبهم الفيرب اللي يجي من بعد لازم نحطه في البوتينسيال. يعني هذو المصطلحات عندي ثلاث مصطلحات، يعني عندي يو انتو لوغار، يعني انا لو كنت في مكانك، يعني كاني نعطيله نصيحه نقولو انا لو كنت في مكانك راح ندير هاك وهاك. يو انتو لوغار، وعندي يو كيتو، يعني انا لو جيت لو كنت في انت، لو كنت انت معلي، وعدي يو انا. هادو كامل وين نصيبهم؟ لازم الفيرب اللي يجي من بعد راح يكون في البوتينسيال، يعني دائما ديرو ماس بوتينسيال أو بيان قلنا كونديسيونال. واضحة هذه الفكرة؟ نديو مثال، مثلا نقولو مثلا نقولو إير الميديكو، عندي هذه الجملة إير الميديكو. لو كان نحب نديرها نديرها الكونسيخو النصيحة، راح نحط اون اكسبريسيون، مثلا نقول يو انتو لوغار. لوغار قلنا الفعل اللي يجي من بعد لازم يكون في البوتينسيال، وهنا الجملة اير الميديكو، يذهب للطبيب، ها هو اير هو الفيربو، يعني هنا اير هنا في البوتينسيال راه فيربو ريغولار عادي منتظم، يعني راح نصرفو يو انتو لوغار، انا لو كنت في مكانك. هنا دائما كي تعود عندي لا اكسبريسيون دي كونسيخو، يو انتو لوغار، يو كيتو، يو، دائما راني نصرف مع يو، يعني دونك اير راح تولي ايريا. مالي اخي قلنا الفيرب نجيبو كيما راه ونحط لي تيرمينيزون ايريا الميديكو. واضحه الفكره؟ يعني دونك هكذا نشوفوا تمارين او بيان ثلاث تمارين، ثلاث امثله من البكالوريا السابقه. يعني دونك نشوفوا قلنا امثله من البكالوريا السابقه، نشوفوا التمرين هذا ثلاثه ماخوذ من بكالوريا دوره 2015 الموضوع الثاني التمرين الثالث في الجراماتيكا. شوفوا صيغة السؤال، يعني في البكالوريا السابقة صيغة السؤال تجي يعطيكم الجملة بين قوسين هكذا مانتينير ليمبيو الانتورنو، يعني نحافظ نظيف للمحيط تاعنا، نحافظ عليه نظيف. يعني هنا البيربو يعطيه لك في الانفينيتيفو، يقول لك كوميان سا لا فراسي بور، يعني ابدا الجملة يو انتو لوغار، انا في مكانك، يعني بطريقه غير مباشره تعطيلو كونسيخو. مالي دونك هادو لاس اكسبريسيونيس لازم نحفظوه. حنا قلنا وين يكون عندنا يو انتو لوغار او بيان يو كيتو او بيان يو، راح تجي بعدها الفيرب ان البوتينسيال. دونك راح ناخذ هذه الجمله الفيرب نحطه في البوتينسيال ونكمل الجمله عادي. مالي دونك نشوفوا هنا الفيرب مانتينير، شوفوا مانتينير مشي عبارة عن تينير، من تينير، مالي كما الفيرب اوبتينير يتحصل. مالي دونك راح نصرفو كما نصرف تينير. هنا تينير في البوتينسيال قلنا اس اون فيرب ايريغولار، يخي يولي تندريا. هنا ثاني نقولو من تندريا، مالي يو انتو لوغار، نقولو من تندريا ونكمل الجملة عادي. يعني هنا دائما قلنا في الكونسيخو راني دائما نصرف مع يو، يو انتو لوغار من تندريا ليمبيو الانتورنو. يعني
نشوفوا المثال الاخير هاني. هذا التمرين ماخوذ من بكالوريا 2018، دوره 2018، الموضوع الاول، التمرين الاول في لا غراماتيكا. شوفوا الجمله: apprendre nuevos idiomas، يعني تعلم لغات جديده، fuera de nuestras fronteras، يعني fuera هنا معناتها خارج حدودنا. هاني هنا بزاف تلاميذ وقعوا في الخطا انه فويرا داروا هو الفيربو سير ان البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبونتيفو، هو لا، هنا فويرا بمعنى خارج، ادفيربيو دي لوغار. هاني ها هو الفيربو اللي نحتاجه في الفرنسي ابرندير. هاني قالك امبيثا لا فراسي، وهنايا كومينثا او بيان امبيثا ام سينونيموس، ابدا الجمله امبيثا لا فراسي كون يو كي تو، انا لو كنت انت. دونك راح ندير الفيربو ابرندير، هو فيربو ريغولار ان البوتينسيال، راح نجيبو كيما راه، نكتب ابرندير وراح نزيد له لا ستيرميناسيون، قلنا دائما مع يو. دونك يو كي تو ابرنديريا نويفوس ايديوماس، ونكملو فويرا ما تتبدلش، فويرا دي نويستراس فرونتيراس. ماني دونك هذا هو السؤال كيفاه يجي في البكالوريا السابقه، يعني ممكن كاين احتمال انه يجو يجي يقول لك اكسبريسا الكونسيخو بلا ما يعطي لك لا اكسبريسيون. يعني دونك هذا هو درسنا لليوم، الكونسيخو مع البوتينسيال او بيان كونديسيونال. جيسبر تكونوا فهمتوا. اذا كانت عندكم اي تساؤلات حطوها لي في الكومنتير تايشو، وراه دائما نحط لكم الملخص في صندوق الوصف. دونك هذا هو درسنا لليوم، استا الفيديو بروكسيمو ان شاء الله الفيديو الجاي، استا برونتو.